عارفين ايضا النهارده ان الشباب مع كل التواصل الاجتماعي في غياب للاحزاب السياسيه وفي غياب للتعبير عن الراي، فاصبحت الرياضه هي الحته الوحيده اللي ممكن الشباب بيتكلم فيها وعايز يقول رايه وعايز يعارض وعايز يقول. ما عندناش الاماكن الاخرى سواء السياسيه او الثقافيه او الادبيه اللي ممكن يكون فيها تفريق اكثر لطاقات الشباب. الرياضه هي اكثر حته في هذا الامر. ومع تواصل الاعلام الرياضي اللي مستمر، انا كنت حتى بتكلم مع سياده الرئيس في هذا الامر، احنا الوزاره الوحيده اللي عندنا توك شو بالليل متخصص. يعني يمكن برامج التوك شو السياسيه بتتكلم شويه على التعليم، شويه على الصحه، شويه على النقل، شويه، انما احنا عندنا 6-7 برامج في وقت واحد بيتكلموا رياضه بس. فطبعا النقد شديد جدا وكل واحد بيحاول ينافس الثاني، كل واحد بيحاول يجيب خطا تعيين مدرب، خطا تعيين حاكم، خطا قاله اي حد مسؤول في نادي. كل هذه الامور بيشحن بشكل او باخر الشباب بشكل مختلف. لما جينا نعمل قانون الرياضه الجديد فكرنا في هذا الامر، طب هنعمل ايه في روابط؟ فقلنا ان لابد ان تكون روابط تشجيع النديه من خلال المجازر. لكل مجلس اداره في نادي يقدر يعمل تشكيل لرابطه الانديه وفي اشخاص مسؤولين عنها ينضموا اليها الشباب اللي بيشجع النادي حتى لو مش من اعضاء الجمعيه العموميه، يقدروا يطلعوا قناعات عشان يبقى فيه بشكل او باخر رقابه. زي ما قال الاستاذ مكرم محمد احمد حاولنا مره واثنين وثلاثه، لكن في كل مره او في معظم المرات كان بيحصل بعض المشكلات. الغريب اللي لقيناها ان احنا في المباريات الوطنيه المنتخب بيلعب 70,000 80,000، وصلنا في مباراه الجون 85,000 متفرج، ما كانش عندنا مشكله. واحنا سمعنا من الناس اساتذه الاعلام ان الامم بتجتمع لما بيكون الدوله داخله في حاله حرب، الامه تجتمع لما يكون في حاله ثوره الامه بتجتمع، والثالثه هو في حاله منافسه رياضيه. يعني المنافسه الرياضيه هي ثالث امر يجمع الشعب كله، كبار وصغيرين وشباب وفتيات ومسلمين ومسيحيين، اغنياء وفقراء، كل الناس على مستوى التعليم المختلف، مستوى الاجتماع المختلف، كله بيجتمع ورا فريق واحد. ولذلك احنا شفنا هذا الامر، فلازم نبني عليه، لازم نشوف نقدر نعمل ايه في هذا الامر. ازاي ليه 85,000 متفرج في ماتش مفيش فيه مشكله، وممكن 4-5,000 في مباراه واحده، لكن مباراه نادي بيحصل فيها مشكله. وايه احساس الشباب ده في هذا الامر؟ نحتاجه ارضا من مدونه السلوك الاعلامي، واحنا عايزين نشوف نقدر نعمل ايه، ازاي نقدر نساعد في هذا الامر من خلال الاعلام. النهارده كل نادي بعد الاسعار اللي حصلت بيشتري اللعيبه باعداد بمبالغ كبيره. وانا بسمع اللعيبه يمكن اول مره اسمع اساميهم، وبسمع ب 15-20 مليون جنيه. ده هيستتبع من الناس ان هي وهي بتبيع حق البث التلفزيوني لمبارياتها تعالي السعر. عشان تقدر تغطي تكاليف اللعيبه وتكاليف المدربين. اللي بسمع المدربين هياخد 2 مليون دولار وكذا، يعني 35 مليون جنيه وكذا. طب انا عشان اغطي هذه التكلفه هعمل ايه؟ هرفع سعر البث التلفزيوني والرعايه بتاعتي عشان اقدر من الفلوس دي اصرف على الحاجات دي. طب انا اول ما ارفع سعر البث التلفزيوني والكلام ده هعمل ايه؟ القنوات اللي كمان هتبتدي تشتري مني هذا البث التلفزيوني عشان تحطه وتذيع المباريات هتدفع لي اكتر. يبقى القنوات دي عشان تحط وتدفع لي اكتر هتبقى محتاجه اعلانات اكتر عشان تغطي التكلفه اللي جايه. عشان تقدر تجيب اعلانات اكتر هتضطر تلجا الى الوسائل التي تخليها تجيب اعلانات اكتر. هذه النقله هتتعبنا اعلاميا. لازم نفكر في هذا الامر. الدوري اذا كان بيتباع بكذا هيتباع بكذا. المباريات اللي كانت بتتباث تلفزيوني ببيع بكذا هبقى ببيع بكذا. الفريق اللي طالع من الممتاز به الممتاز الف اذا كان بيبيع حق بث تلفزيوني ب 6 مليون و8 مليون هيدفع 30 و40 مليون هتدفعهم القنوات الفضائيه. وممكن تيجي قنوات من الخارج هي اللي تيجي تاخد من البث التلفزيوني. لان احنا يمكن هم بعض الشركات ما بتقدرش تدفع. هذا البث التلفزيوني هيتحكم في حاجات كتير جدا لان في فلوس كتير جدا. اللي هيقدر يسيطر على الكلام ده حضراتكم. لما حضراتكم انتوا النجوم، وانتوا اللي بتظهروا في الاعلام الرياضي، وانتوا اللي بتطلعوا في المحطه، وانتوا اللي بتقولوا هذا الامر. هل الاعلام هيتاثر بالبزنس؟ هل هيتاثر بما حجم الرعايه وحجم الاعلام وحجم الكلام ده؟ الموضوع ده في الحلقه.